أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوا دوارك دور نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نادانقو عصوب تاي سبسكرايب سار قنبيل كفرو داور كي قدن بي ييواد دور نمي السبدي أو خطب حساسي أي نوصل صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يا جنرال إن دا عده الشيغي إن أي دولة دالك كجرين إي رزل وزار الروبل أياسو أركي هوتيل جزيرة رئيس الوزراء حيل جارسين تحكومة الصومالية محمد حسين روبلة أيها هوتيل جزيرة أو حارون أو أهجولها ميدو كمشرحين تمدح وينها الصومالية كتب هالشيسكي هبين هور اللجو جاري هوتيل كا كويا لجران كأدن عدد مقالد مقدس وحوكو أركي جنرال إن دع دة إسلام مركز سنة هل كاسيسو سلامين بوقشد الروبلة كت تجي هوتيل كجزيرة يا نقضي كي أجو هري يي أو هوتيل كاسيسو كت تجتن إيه مركي رئيس الوزراء هلا مجاعبي وحاؤون الروبلة هوتيل ككل كلمي سياسيين علماء وحجرد يدد كله أو هوتيل ككوسجان سيدا وربحين تين ساكن كشجني رئيس الوزراء محمد حسين روبلة أي هوتيل كجزيرة إيه مجالد مقدسه وقت كل قاتي خيبها كل الدوانة بولشدا وكده جيستي أركتيوك أدن حالة ذلك أي لويير ورقرا على كسب بحي حفيز كرئيس الوزراء روبلة رئيس الوزراء روبلة أي أنتي وجوه هوتيل كجزيرة وحاي سو أركان جنرال إن دعدي أو دوان مقدسه كشجع إن دولة أيسن جرين تا أو دولة دمر مرسي أو ديجا تي ويركي ميدو كمشرحين تمعارض كبرنامج بحية دلوقة حبديي سيدو كلام ده حدي هوري إيه فدرال كصومالي حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد هوتيل كود دلوقة الرئيس لمركزنا قعدون هالكاس دلوقة جليي روبلة يا جنرال إن ده عدايا لشيء إن أوسن لحمرين كولن نافسن سلان يس أركتي وحا أين أرين تاني كسو أديسا حلي مدوين كيدن بوركي سلوا يا جنرال إن ده عدي أو قعن صار له مشرحين تمعارض كسيدو وركو يشيجيان هسا أهاتي إن دا عدد إيا الروبلة أيا إسا سلام إسلام مركاسينا وح كولان قوني أهي ميسان قادنين إن دا عدد أيا هبين كي جمعها أهيد إسو قلي إسا سقالي طوان كي فبرايا تاقي دلجير كدهسون إسلام مركاسينا شيغي إن إيسان دولد كجيرن دلك إسلام مركاسينا أو بنام بحا بريد هالكاني كدعايا أو أسيغا أمانك أو حلساري يهي كدب سيدي لووايي هوتيل جزيرة يسو أركين روبلة رئيس الوزارة روبلة يا بوقشادة أو كتاقي هوتيل جزيرة لغو شيغي مد دولتو سياسة ديد أهي كدب هشيسكي هبين هوري و هوتيل كدكالو كلا غاري ميدوغا مشارحين تمعارد أو سلدق أي كشيران أه هوتيل كجزيرة ميدوغا مشارحين تمعارد روبلة أيا مركي أو ميدوغا مشارحين تمعارد لهشيي وحاو بلاب دولتو سياسة ديس لمركاسين meelaha bulshada ay u badan yihiin ama nasiinada loo soo aado salaan u tago dhinaca kale dawladda Eritrea lagu eedeeyay xasuuqa ka dhacay magaalada Axum ee dalka Ethiopia hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ahi oo aan hubaysneen ay ciidamada Eritrea bishii November ee sanadkii tagay ku xasuuqeen magaalada taariikhda ah ee waddanka Ethiopia intii uu socday dagaalkii gobolka Tigrayga hay'adda ayaa waxa ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ku eedeysay inay geysteen dambiyo badan oo dagaal waqtigii ay wadeen dagaalkii ay magaalada kula wareegeen dawladda Ethiopia ayaanan wali wax jawaab ah ka bixin hay'addaas international hase yeeshay qamistii ayay sheegtay in goor hore bilowday baaritaanka dambiyada laga geystay gobolka Tigrayga isla markaasina xasuuq ba'an loo geystay dadka dilal aan sharciga waafaqsaneen duqeymo aan loo meel dayin iyo bob baaxad leh ayaa ka mid ah tacadiyada hay'adda Amnesty International ay ku eedeeyeen ciidamada Eritrea in ay ka geysteen magaalada Axum kadib markii ay ciidamada Ethiopia gacan ka siiyeen in ay dib u qabsadaan magaaladaasi si kastaba ha ahaatee ciidamada Eritrea ee gacan ta siiyay ciidamada Abiy Ahmed halkaasina xasuuq baan ka geystay ayaa iminka lagu dhagan yahay si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Eritrea u qaadatay ciidamo tababar ah isla markaasina ilaa iminka wax war ah aan laga helin ciyaalkii halkaasi loo qaaday dawladda Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweynaha waqtiga dhamaaday farmaajo ayaa waxa uu doonayay in halkaasi dhalinyaro loogu soo tababaro isla markaasina dhalinyaradaas u adeegsada caburinta shacabka iyo musharaxiinta sidoo kalena ay doorashada u wardiyeeyaan hase ahaatee lama oga goorta ay soo celin doonto ciidamadii lagu tababaray dalkaasi Eritrea oo ilaa iminka halkaasi jiro fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah rais wasaaraha Roble oo xalay mar kale la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ugu tagay saldhigooda rasmiga ah hotel jazeera rais wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa xalay hotel jazeera ee magaalada muqdisho kulamo kula qaatay golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya fadhigooda ugu weyn uu yahay halkaasii iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
رايد كاهي إلى حق أقال أهي أيا على سيدة ميديا وحقيجي إن حبنها أو كلان كاسي لا يشي روبل أي كجيران رئيس الوزاري هوري أي حسن علي خيري سيدو كلا الشريف حسن شي قادن كواسي أو كمقنا قوب تي هابين هوري لغو كلا صحيح دي هشيس كميدو كمشرحين تا أي روبل كلان كات لحما ري قولا هميدو كمشرحين تا أي رئيس الوزاري روبل أو أها ميد أي الباب بدو حيران يهين أيا سي رسميا لغي هيلين حقفا فاسن مادا ما أي صحافة دو ديبت جوكا إهيد قرال كوبان او كسو بحي حفيز كان رئيس الوزارة روبلة ايا لغو يري رئيس الوزارة حكومة فدرالك صوماليا مدن محمد حسين روبلة ايا هوتيل كجزيرة مقالة مقدشة وقت كلو قاطي خيبها كل دوان اي بلشدة او كدق يستي اراك تيوكو ادن حالة دالكا انكستو آنان قرال كان لغو شاعين كولان كان روبلة ايو مشرحين تهدان وررك ان هلينو وحا اي تلما ميان ان رئيس الوزارة هم مركي او لكل مي مشرحين تكدب او قابل خيبها بلشدة رايد كاهي كواس او لو داقي اراك تيو dooda ku aadan marxaladda kala guurka ah iyo iminka dalka ku jiro sidoo kale kulanka oo aan hore loo sii shaacin ayaa ku soo aadaya iyadoo habeen hore hoteelka de kale ay heshiis ka kooban lix qodob ku kala saxiixdeen roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka sida ku cad heshiiskaasi habeen hore raaligelinta roble kadib waxaa ku xusan in xukuumadda ay mucaaradka kala shaqeynayso sidii banaanbaxyada ay ugu dhigi lahaayeen si nabad ah iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana barnaamijkaasi uu ku dhaco si nabdoon si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare xilgaarsiinta ayaa halkaas bulshada rayidka ay shacabkii Soomaaliyeed ee halkaas ku sugnaa mid mid u salaamay isla markaana ka dhageystay ra'yigooda asigoo qamiskiisa wato jumcaysanaya si kastaba ha ahaatee sir rasmi ah looma oga waxa ay ka wada hadleen asiga iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo saldhigooda ugu weyn uu yahay hotel jasiire isla markaasina gabi ahaantoodu ay ku sugan yihiin xasan cali qeyre iyo sharif xasan ayaa habeen hore ka baaqday shirkii hotel degal ee halkaasii heshiiska lagu gaaray isla markaasina aan la ogeyn xasan cali qeyre ayaa hore ugu xanaaqsanaa kadib markii xilka uu si rasmi ah ugu wareejin waayay ra'iisul wasaare roble roble ayaa waxaa ku xilka ku wareejiyay mahdi taasi oo ah in filla soomaaliya iyo xasan cali qeyre ee khilaaf xoogan uu ka dhexeeyey isla markaasina sidaas uu ula kulmi waayay hase ahaatee kulanka oo midowga musharaxiinta hotel jasiira kula kulmay waxaa dhexda ka fadhiyey xasan cali qeyre laga yaabay ayagana inay halkaasi ku sheekaysteen dhinaca kale ciidamada amisom oo muddo kordhin loo sameeyey golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa codeeyey khamiistii in loo cusboonaysiiyo howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom oo ah ciidan nabad ilaalin ahi oo markii ugu horreysay la geeyey dalka soomaaliya 2007-dii sida lagu sheegay warka soo baxay UK xarunta qaramada midoobay dhammaan xubnaha UN-ka waxa ay si akhlabiyad leh ku ansixiyeen in waqtiga loo kordhiyo howlgalka amisom ee soomaaliya howlgalka midowga afrika ee UN-ka taageera ee ku sugan soomaaliya wuxuu ka shaqaynayaa sidii loo dhisi lahaa awood ay soomaaliya u leedahay nabaddeeda iyo horumarkeeda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay amisom waa howlgal taageero oo nabadeed iyadoo ku dhawaad 20,000 oo ciidamo ahi ay ka joogaan soomaaliya kuwaas oo ka kala socda Kenya, Ethiopia, Uganda, Burundi iyo Djibouti sidoo kale Zambia, Uganda, Ghana, Kenya, Nigeria iyo Sierra Leone ayaa ah lixda waddan ee booliska ku deeqay amisom ayaa ku sugan Soomaaliya iyagoo taageero siinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab tan iyo Janaayo 19-kii 2009-kii ayaa ku soo biireen si kastaba ha ahaatee amisom ayaa waqtiga loo kordhiyay calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid